هذه الحلقة برعاية Assassin's Creed Origins على الـ Xbox One. السلام عليكم. في ألعاب الفيديو دائما بنشوف تحديات وأرقام قياسية من الصعب كسرها. في هذا الفيديو بذكر لكم 5 أرقام قياسية من المستحيل كسرها. في الألعاب بنشوف دائما تحديات وبطولات عالمية، وغالبا نعرف اللي يشاركون في البطولات يجوك جدا فنانين ومحترفين، ولكن في ولد مسمى باسم ليتل بويزن وعنده رقم قياسي عجيب، وهو أصغر لاعب يشارك في بطولات عالمية. بدي يلعب وهو عمره 2، وأول بطولة محلية شارك فيها وعمره 4 سنين وجاب المركز الرابع فيها، وتم انضمامه في فريق MLG المشهور حق البطولات العالمية وهو عمره 7 سنين. 7 سنين متصورين بس، ولكن اعتزل الجيمينج وهو عمره 15 سنة، وللآن يمتلك الرقم القياسي. لعبة باكمان من الألعاب اللي ما هي سهلة، وفي أيام الثمانينات كان دائما يقوم تحديات على لعبة باكمان مين يجيب أعلى سكور، بس في ناس عدوا المرحلة هذه وحاولوا أنهم يسوون شيء أصعب بكثير، هو أنه بعد ما توصل مرحلة 256 اللعبة تقلج ونصف الشاشة تختفي، والحين لازم تلعب من غير ما تشوف نص الشاشة. 7 أشخاص حول العالم قدروا يخلصون هذا التحدي، واثنين فقط قدروا يخلصونه على التيربو مود، وهو يعتبر أصعب مستوى. تخيل لو قلت لك أني أقدر أختم لعبتين في نفس الوقت، هتقول مستحيل ولا تقول كيف؟ هل بتلعب على شاشتين وكنترول في يدك وكنترول في رجولك؟ المهم في شخص ختم 3 ألعاب في نفس الوقت، وهي ميجا مان اكس وميجا مان اكس 2 وميجا مان اكس 3، وايضا ختمها في رقم قياسي. بعلمكم كيف. الرجال شابك كنترول واحد على 3 أجهزة وشابك 3 أجهزة على شاشة واحدة، يعني لو ضغط زر النقز كلهم ينقزون في نفس اللحظة. شيء عجيب ولا اعرف كيف اوصف صعوبتها، وختم 3 ألعاب في وقت قياسي وهو 43 دقيقة. يعني لو نجيب واحد عادي اقل شيء عشان يختم جزء واحد ياخذ 3 ساعات، والشيء العجيب كمان انه يقتل الزعيم الاخير في كل الاجزاء في نفس الوقت. دائما نسمع بناس يسوون ماراثون في الألعاب، وجاء شخص قال أبغى أجيب الرقم القياسي في أطول ماراثون في الألعاب، وقدر يلعب لعبة Call of Duty Black Ops 2 لمدة 135 ساعة متواصلة وجاب الرقم القياسي ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. بس ولكن بعد سنة تجي مدرسة وتلطش الرقم القياسي منه ولعبت لعبة Just Dance لمدة 140 ساعة متواصلة. واللي ما يعرف لعبة Just Dance، هي لعبة رقص ترقصها قدام الكاميرا. بس خلينا نستوعب 140 ساعة حركة من غير نوم ولا راحة. أنا لو تقول لي أوقف لمدة 5 ساعات راح أطيح مكاني. أغلب الجيمرز لما تسألهم عن أصعب لعبة غالبا نذكر لعبة دارك سول أو بلود بورن، بس في واحد قال بخلي اللعبة شكلها سهلة وبسوي كم تحدي، والتحدي هو أنه يلعب لعبة دارك سول بكنترولات مختلفة ويختمها. وختمها هو يلعب على الجيتار والدركسون والطبل حق دونكي كونغ والطبول والميكروفون والبيانو حق روك باند وكنترول الوي وقاعدة الرقص، وكمان بيد الاكس بوكس 360. ولكن الناس بتقول انه سهل بيد الاكس بوكس، ولكن لا لا لا، هو حط قانون انه يستخدم اصبع واحد فقط وهو يلعب على يد الاكس بوكس 360. وكذا نوصل لنهاية المقطع، ان شاء الله عجبكم المقطع، واذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ولا تنسوا تتابعوا الفيديوهات السابقة لـ5 أشياء وتوب 10. كان معكم اخوكم عمران حازمي، نشوفكم ان شاء الله على الف خير ومع السلامة.